مكتبة اسكندرية النهاردة، بان احنا بنتكلم على اسكندرية، انت عارف المكتبة الاسكندرية دي عمليا دي اقدم، خد بالك بقى ركز معايا كويس، اقدم جامعة في العالم مكتبة اسكندرية. تقولي بس انت اكيد تقصد المكتبة القديمة، اقول لك مظبوط. القديم من الممكن جدا جدا جدا، بل ومن السهولة واليسر بالنسبة لنا احنا بس المصريين، ان احنا نلحم الاتنين في بعض، زي ما ممكن استخدم هذا اللفظ الرائج يعني والدارج. اقدم جامعة في العالم. تعرف الجماعة في بريطانيا بي 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 بيحتفوا جدا ويحتفلوا ويفرحوا ويتفخروا بجامعة أكسفورد باعتبارها أقدم جامعة ناطقة بالإنجليزية في العالم. إحنا بقى في جامعة اسكندرية أقدم جامعة في العالم، مش إنجليزي ولا فرنساوي ولا أسباني، أنت أقدم جامعة في العالم. عشان كده أنا حتى دايما أقعد أتكلم في إنه إيه اللي نقدر نعمله بحيث إنه جامعة مكتبة الإسكندرية تبدأ تستعيد مسألة أنها تصبح جهة أكاديمية تعطي الشهادات أو الدرجات العلمية. أتمنى ذلك. طب تعالى بقى نشوف النهاردة في إيه في مكتبة الإسكندرية. في احتفالية العلوم، افتتاح احتفالية العلوم، واللي بينظمها مركز القبة السماوية العلمي، وده للعام ال 17 تشود على التوالي عقبار العام 1700. في عمر الامم وفي عمر مصر دي حاجات بسيطه يعني. استقبلت المكتبه طبعا حاجات بسيطه جدا جدا، انت لو عرفت عمر المملكه المتحده قد ايه هتقع روحك من الضحك. يعني انت ممكن تلاقي عندنا بيت، استنى، انا ممكن اعد لك 10 جوامع في مصر عمرهم اطول من المملكه المتحده، والله ما بهزر، وبالقطع أطول الولايات المتحدة الأمريكية، وبالقطع أطول بعشرات الأضعاف من أعمار دول كتير في الدنيا. لا أنت بتتكلم على بلد هو فعلا الأعظم على سطح هذه الكرة الأرضية. طيب المكتبة استقبلت حوالي 80 مدرسة مختلفة، عشان رجعك للاحتفالية، من ذوي الاحتياجات الخاصة والمدارس الدولية والمدارس الحكومية ومجموعات من فرق الكشافة، حوالي 1100 طالب. سيطروا عليهم ازاي دول؟ معانا على التليفون المهندسه هناء حسني، مدير مركز القبه السماويه العلمي في مكتبه اسكندريه. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا استاذ محسن. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. استقبلتوا النهارده 1100 طالب؟ اكتر الحقيقه، يعني هو ممكن الله. تقريبا دخلنا في 2000 طالب. حلو. باولياء الامور. اليوم كان جميل بيهم الحقيقه، احنا بادئين من الساعه 9:30 الصبح لغايه الساعه 4 العصر. اليوم كان متقسم لثلاث مجموعات او ثلاث فترات، اول فتره من 9:30 ل 12، ودي مخصصه للمدارس وللمجموعات. حلو. وزي ما حضرتك قلت ان احنا استقبلنا المدارس الانترناشنال والمدارس الحكوميه وفرق الكشافه وذوي الاحتياجات الخاصه، لان احنا عندنا قسم كامل في المكتبه لذوي الاحتياجات الخاصه، فدول بالنسبه لنا ناس مهمين جدا. والفترتين التانيين كانوا للأسر وللإنديفيدوالز أو للأفراد. حلو جدا. طيب هنا هرجع بقى مرة تانية على مركز القبة السماوية العلمي. إيه الدور اللي بيلعبه مركز القبة السماوية في المكتبة يا فندم؟ هو مركز القبة السماوية هدفه الأساسي هو تبسيط العلوم للأطفال والنشأ وللشباب من سن 4 سنين، يعني إحنا الأطفال بتجينا من وهي عندها 4 سنين. الهدف الأساسي تبسيط أي كونسبت علمي أو أي مع حاجة علمية صعبة للولاد، إحنا بنحاول نسهلها على قد ما نقدر بطرق سهلة جدا، اللي هي اسمها الهاند أون أكتيفيتيز أو الانفورمال إديوكيشن أو التعليم الغير رسمي. إحنا بنكمل اللي بيحصل في المدرسة، يعني في المدرسة العلوم بتبقى على السبورة، المدرس بيشرح وبيبذل مجهود وكده، فالولاد بتاخد بتحفظ بس. احنا اللي احنا بنعمله ان اللي بياخدوه في المدرسه ده احنا بنعمله اكسبيرمنتس او بنعمله تجارب. الولاد بتيجي تجرب الحاجات دي بايديها، سواء في ورش عمل، سواء ثقافات استكشاف، سواء عندنا متحف تاريخ العلوم، عندنا المسارح، المسرح القبه السماويه لو حضرتك تعرفه طبعا. اللي هي الفول دوم اللي موجوده اللي بيعدي من قدام الكورنيش، في كوره بره كده. انا كنت اعرف القبه السماويه بتاعتنا في القاهره وانا صغير. لا احنا عندنا اللي هي اللي على الكورنيش اللي على في المكتبه، الكوره دي بتاعة
تحتيها ثياتر، ده عباره عن مسرح دائري 360 درجه بيعرض افلام برضو كلها علميه وبتتكلم في كونسبتس علميه مختلفه، واسترونومي او علم الفلك. علم الفلك بالظبط. فالطالب او العيله كلها، اي حد، احنا بنستقبل اي حد، بس بنركز مينلي على الاطفال والطلاب على الاساس ان احنا نقدر نحببهم في العلوم ونحببهم ونعرفهم ان العلم ده مش صعب خالص، ان احنا نقدر ان احنا نفهمه بطريقه سهله. وعندنا الحقيقه فريق برضو بيصنع افلام قباب، ودي صناعه نادره جدا في الشرق الاوسط. فعندنا في المكتبه فريق بيقدر ان هو يصنع الافلام دي، وبنقدر ان احنا برضو نصدرها للدول العربيه، لان ما فيش دول عربيه بتصنع افلام قباب باللغه العربيه يعني. يعني في حاجات كتيرة جدا، بس هو الهدف الرئيسي والأساسي ان احنا بنبسط العلوم للأطفال والشباب. عظيم 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 عظيم. انا مشكورك جدا يا باشمهندسة، كل الشكر للمهندسة يعني حسني، مدير مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية.